أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الحديث، يقول صاحب السؤال: ما صحة هذا الحديث؟ ولو ذكرتم لنا شرحا مبسطا حوله. هذا الحديث يتكون من جملتين. الجملة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما معهم سياط كأمثال أذناب البقر يضربون الناس، المراد بهذه الجملة أي أنه يأتي في بعض الأزمنة ولاة معهم سياط يضربون الناس بها في الطرقات لأجل أمور يكون فيها ظلم. وقد جاء في بعض الأخبار أنه رؤي نفس هذه الهيئة في عصور متقدمة بمثل هذه السياط يأتون وتضرب يضرب الناس في الطرقات من الباعة والمارين وغيرهم. وأما الجملة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. هذه الجملة وهو قوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات، هذه من الجمل التي ليست على سبيل الوصف المنفصل، وإنما هي على سبيل الجمع، فهي كاسية عارية معا، أي ليس أن الواو هنا يقتضي العطف وإنما يطلق يقصد بها الجمع، فهي كاسية وعارية معا. ومعنى كونها كاسية عارية قيل أي أن هذا اللباس ظاهرا ولكنه في الحقيقة يكون بمعنى العاري، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن اللباس لا يكون كاسيا إلا بثلاثة شروط، سواء كان في ستر عورة الرجل أو في ستر عورة المرأة، سواء في الصلاة أو أمام الأجانب. وأنا ذكرت هذه الأوصاف الثلاثة لما؟ لأن لكل حالة من هذه الحالات الثلاث حد يختلف عن الثاني. فعورة الرجل عند الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وعورة المرأة في الصلاة كلها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها على أحد الأقوال، وقيل إن كفيها يجب سترهما، وقيل أيضا إن القدمين يجب سترهما، لكن الوجه بوجها واحدا يجوز كشفه في أثناء الصلاة. وأما خارجها أمام الأجانب فالأصل فيه ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كلها عورة إلا ما استثناه الله عز وجل في كتابه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والذي ظهر منها أربعة أشياء ذكرها العلماء في محله. فالمقصود من هذا أن العورة أو الثياب التي تكون ساترة يشترط لها شروط. الشرط الأول أنه يجب أن تكون ساترة للمحل، والشرط الثاني أن تكون غير مفصلة له بأن تكون واسعة، والشرط الثالث ألا تكون شافة. هذه الشروط الثلاثة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي في الدرع وليس عليها إزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فقوله عليه الصلاة والسلام كان سابغا، ذكر أهل اللغة أن معنى كون الثوب سابغا أي واسعا غير ضيق، وبناء على ذلك فإن الضيق ليس بساتر، وذلك أن الضيق ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مجسما وإما أن يكون مفصلا. فالمفصل هو الذي يبين حدود العضو تماما، وقد حكي الإجماع على أن المفصل ليس بالساتر. ومن أمثلة المفصل هذه الملابس التي تكون ضيقة على الجسد بحيث أنه تبين تفصيله، فهذا ليس بساتر مطلقا، فوجوده كعدمه كما نقل الاتفاق عليه وأظنه ابن جرير. وأما المجسم فالمجسم هو الذي يبين حجم الجسد من سمن ونحوه، فهذا معفو عنه. وقد ثبت في الصحيح أن سودة رضي الله عنها خرجت بعد نزول الحجاب فرآها ابن عمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قد عرفناك يا سودة. وذلك أن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت سمينة، فعرفها عمر رضي الله عنه من وراء الحجاب، فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، وكانت رضي الله عنها معروفة بالتقى والصلاح رضي الله عنها، بل يعني هي من أتم وأشهر الصحابيات في التقى والصلاح رضي الله عنهن جميعا. فرجعت مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فأنزل الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فذكر العلماء أن ما ظهر أحد الأمور الأربعة وهو التجسيم،
فإن التجسيم معفو عنه، مثل أن يعرف السمن، مثل الرأس، فإن المرأة مهما وضعت حجابا على رأسها فسيجسم رأسها، فهذا يسمى التجسيم معفو عنه. وأما التفصيل فإنه ليس بمعفو عنه. إذن فالمرأة ومثله الرجل إذا لبس الثياب الضيقة استرتشات وغيرها التي تتمطط، فمثل هذا لا يكون ساترا بإجماع، فهي كاسية عارية. هذا النوع الأول هو أن يكون سابغا. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون ساترا لظهور القدمين. وقوله ساترا أي أمرا، الأمر الأول أن يكون ساترا للمحل، فيجب ألا يكشف بعض الأعضاء، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة، أي إذا خرجت، وهذا على سبيل الأغلب إلا فيما جاز إخراجه، وقد ذكرت لكم أنها أربعة أشياء. الأمر الثاني أو الأمر الثالث والأخير أن يكون ساترا بحيث ألا يكون شفافا، لأن الشفاف ليس بساتر. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة قماش تشف ما تحتها أعطاها لعمر وقال إن هذا لا يلبسه من لا خلاق له، ثم قال له لتجعلها تحت غلالها، فدل ذلك على أن الشفاف أو القماش الذي يكون مفصلا للجسم فإنه لا يجوز لبسه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنهن كاسيات عاريات. ومعنى قوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، قيل فيها وجهان، قيل إنه باعتبار جسمها فإنها تتمايل في مشيتها فيميل رأسها، وهذا من باب التمايل في المشية أمام الرجال، وهذا لا يجوز أمام الرجال، فقد نهى الله عز وجل أن تضرب المرأة بقدمها الأرض ليسمع صوت ما فيه ما على قدمها من حلي وزينة، وقد يكون التمايل أحيانا سببا في ذلك. وقيل إن التمايل هنا بما يوضع على الرأس بحيث أنه يكون من باب الزينة فيكون ظاهرا، ولذا فإنه في بعض الأزمنة كانوا يرون أن ما يوضع على الرأس مثل الحمائم كما نقله يوسف بن عبد الهادي داخل في هذا الحديث، وهذا يختلف من حال إلى حال. وأما جمع الشعر فوق الرأس فقد ذكر أن هذا داخل في هذا الحديث وليس كذلك، وإنما يكون ممنوعا إذا كان شعارا لأهل الفسق كالبغايا في زمن معين، أو كان من باب الشهرة بحيث أنه يظهر المرأة ويظهر يعني جسدها من وراء الحجاب فيكون ممنوعا حين ذاك.